معانا؟ مين؟ الو؟ الو، ايوه، مساء الخير يا فندم. مساء النور. من فضلك بس عايز اسال، هو البصل المفروض يبقى بصل ولا المفروض يتقطع صغير؟ المفروض يبقى ايه يا فندم؟ يتقطع صغير ولا يتقطع كبير؟ لا، في التعصيج يتقطع صغير. صغير؟ صغير قد ايه؟ على حسب بقى، مفروم مثلا، يعني زي ما حضرتك تحب. احنا هنعمل لازانيا النهارده بالبدنجان. مين معايا؟ اصلا بحب البدنجان جدا، فكنت عايز اسال حضرتك ينفع يتعمل بالبدنجان ولا من اقطعوا غير المكالمة بدنجان؟ على شيف وحيد. يا شيف وحيد، ازيك؟ ازيك يا هلا؟ شوف يا اخي الدنيا دوارة ازاي. انت كويسه؟ انا الحمد لله، انت عامل ايه؟ انا كويس، منوره الدنيا. الله يخليك يا شيف وحيد. والله قول لي قول لي قول قول عايز تقول ايه؟ لا، حلوة 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 البدنجان واللازانيا دي، حاجة عظيمة ايه رأيك؟ بصراحة. انا لسه بقول فلة. لهم لو بره عرفوا ان احنا بنعمل من البدنجان لازانيا ممكن يموتوا فيها مثلا. ولا الهوا، دي ابتكارات، دي شفت؟ ابتكارات عظيمة جدا. ايوه طبعا، ايوه تطلع حلوه في الاخر، صح؟ انت لو جدعة بقى تخليلي حتة. عينيا. ماشي، اخلص والاقيك هنا. يلا تعالى لنا، ماشي، تعالى لنا حلو يلا. جدا، تسلم ايديكي. ايه يا شيف وحيد بتقول ايه؟ بقولك تسلم ايديكي. تسلم، ربنا يخليك يا شيف وحيد. يعني انت خلاص، والله يعني انا ظلمتك، انا قلت هترد لي مكالمه الاسبوع اللي فات. لا الله لا، يعني. ده انا قلت اغتت عليكي بس واصبح عليكي بس، مش اكتر من كده ده يعني. احلى صباح واحلى غتاته يا والله. رب يخليك يا ده، الله يخليك يا شيف وحيد، صباحك جميل زيك. صباح الورد والفل. صباح الله الفل يا يخليك يا شيف جميل. وحيد، والله اوكي يعني يا جميل. نورتني بمكالمتك. والله شيف وحيد من الشخصيات كده اللي احنا على فكره بنقعد ننقر في بعض، ده يا جماعه مش بيبقى بجد، والله احنا بنقعد كده نهزر مع بعض. وانا الاسبوع اللي فات كده عملت لهم مداخله كده، كنت انا احب اجر الشكل قوي على فكره، انا اي حد بحبه والله بقعد اجر شكله. فشيف وحيد من الشيفات اللي شاطره كده، ومش انا بقى اللي هقعد اقول عليه شاطر ولا مش شاطر، بس هو ما شاء الله عليه يعني خطير بصراحه، ووصفاته جميله قوي. حاجه كده مش عارفه بقى شيف وحيد لسه قاعد بيتفرج ولا لا، بس هم قالوا لي ده شيف وحيد التريق عليكي. ده تريق التريق، وانا مش واخده بالي. هو بيقول بدنجان، طب ما اسمها ايه؟ مش اسمها بدنجان؟ بدنجان، ما انا اكيد اسمها ايه؟ بتن، ما انا مش اكيد يعني. احنا يا جماعه لما بنقولها ما بنقولش بتنجان، ما بنقولش الته، وهي اصلا النطق الصحيح باذنجان بالذال. فماشي يا شيف وحيد، حاضر، انت مصمم على الشر سبحان الله. مش بص، احنا يعني احنا قلنا خلاص هنخلص الخناقه وتبقى كده يعني الصوت تمام، وتبقى خلاص كده ختامها حلو، لكن انت بقى اللي غاوي بقى مشاكل بقى، تتريق عليا انا بقول بدنجان واسمه بدنجان. ماشي.